ده. المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قام بافتتاح فندق ميريديان المطار اللي بيعتبر من أحدث المشروعات اللي قامت وزارة الطيران المدني بتنفيذها ضمن خطة التطوير اللي بتنتهجها الوزارة. حضر الافتتاح دكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء مع عدد كبير من الوزراء والسفراء والمحافظين ورجال الدولة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات العامة. موجود معنا على التليفون المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني. مساء الخير يا سيادة الوزير. اهلا وسهلا، برحب بحضرتك والف الف مبروك. شكرا جدا، وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب يا سياده الوزير. سياده الوزير، انا فاكره لما حضرتك كنت ضيفنا في الحياه اليوم اتكلمت على كتير من المشاريع والتطوير الخاص بوزاره الطيران المدني في مطار القاهره وغيرها من المطارات. النهارده الحمد لله ده بيتحقق سواء في الفندق الجديد او كمان المشاريع اللي تم يعني تفقدها النهارده، موضوع القطار الالي، مدينه البضائع الجديده، وبرده صاله الركاب الجديده ان شاء الله. قول لي التفاصيل يا سياده الوزير. هو الحمد لله زي ما حضرتك قلت النهارده فعلا تم افتتاح فندق المطار، والميزه في هذا الفندق ان هو متصل مباشره بمبنى ركاب رقم 3 عن طريق نفق طوله حوالي 150 متر، فبيسهل الراكب انه خروجه مباشره من مبنى ركاب 3 يدخل على الفندق دون الحاجه لاستخدام اي وسائل انتقال، وده بيسهل طبعا حركه الترانزيت، بيدعم امكانيات مطار القاهره كمطار محوري باضافه غرف فندقيه جديده. الفندق فيه 330 غرفه، الاستثمارات اللي فيه 680 مليون جنيه، فيه طبعا قاعه بتسع ل 400 شخص، فيه مطاعم، فيه جميع وسائل، فيه حمامات سباحه، يعني فندق يعني على اعلى مستوى فايف ستار بتديره شركه الميريديان. الشيء الجميل جدا ان احنا برضه بنبشر بيه المصريين ان النهارده هذا الفندق تم تعيين 450 شاب مصري فيه. طبعا هذه المشروعات اللي بتفتح فرص ومجالات عمل، فده طبعا حاجه جميله جدا لينا كشعب مصري، وده بيان فعلا ان الحكومه شغاله وان الحياه بدأت تدور وعجله الاستثمار والتطوير ان شاء الله مستمره باذن الله. ورساله بقى للسياح، ورساله للسياح ان مصر هي بتستثمر وبتستثمر في يعني اثمن شيء وهو توفير الامكانيات والراحه للسياح. يضاف الى ذلك طبعا زي ما حضرتك قلت برضو في قريه بضائع جديده بتم انشائها، ده باستثمارات 400 مليون جنيه، وده برضو الشيء الجديد فيها ان هي استثمار قطاع خاص مصري سعودي مع شركه بناء القاهره الجوي. وديت برضه بتضيف طاقه شحن جوي الى مطار القاهره حوالي 600,000 طن سنويا. ودي تخلص امتى يا فندم؟ دي ان شاء الله هيتم افتتاحها في شهر مارس اللي جاي ان شاء الله 2020. ده قريب يعني الحمد لله. تمام. باذن الله. والقطر الالي ده القطار الالي؟ القطار الالي ده اشتغل طبعا من السنه اللي فاتت، وده بيربط مبنى ركاب 1 بمبنى ركاب 2 بمبنى ركاب 3 في خلال 5 دقائق، بحيث الراكب اللي هو نازل في مبنى 1 وعايز طيارته طالع من مبنى 3 في 5 دقائق بيطلع على طيارته. نفسه. صحيح. ده حاجه طبعا جميله بحيث انه برضه بقول تاني بيدعم امكانيات مطار القاهره كمطار محوري. بحيث بيجمع ركاب من اماكن او من دول او من مدن مختلفه ويعيد تسفيرهم الى اماكن اخرى. بحيث ان الكونكتنج تايم او وقت البقاء في مطار القاهره بيكون على قدر امكان اقل ما يمكن. طيب. وبحيث بقى اذا زاد الوقت في الفنادق موجوده، في اماكن ترفيه موجوده، في اسواق حره موجوده، في مطاعم موجوده، بحيث تجذب الراكب الموجود يستخدم مطار القاهره كنقطه انطلاق الى مكان اخر ان شاء الله. طيب ده الوضع بالنسبه لمطار القاهره. باقي المطارات بقى يا سياده الوزير. باقي المطارات الحمد لله برضه زي ما كنت مع حضرتك ان وزاره الطيران المدني لم تتوقف عن استمرار التطوير والتحديث. عندنا في مطار الغردقه في مبنى ركاب ساعة 7.5 مليون راكب شغالين فيه برضه على قدم وساق، وده استثماراته 2.3 مليار جنيه، وان شاء الله يتم افتتاحه في شهر ابريل اللي جاي 2014.
تمام، شكرا لحضرتك. انا اسفه طبعا على المقاطعه، لكن مره تانية الف الف مبروك يا سياده الوزير، مبروك لكل المصريين. نتمنى يعني كل الوزارات نشوف شغل ونشوف تطوير، نشوف مشاريع جديده، فرص للعماله. رساله مهمه يتم ارسالها لكافه دول العالم ان مصر بتنهض، مصر واقفه على رجليها، بنستثمر في امان وبنفكر في المستقبل دايما. انا بشكرك سياده الوزير المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني على وجود حضرتك معانا أولا، وعلى الشغل اللي بتقوموا بيه ثانيا.